يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الله، وكل عام وانتم بألف خير. رجعنا لكم من جديد في موسم ثالث من برنامجكم سوالف رمضان على مدار الشهر الفضيل. اكيد راح نطلع عليكم انا وزميلاتي بشكل مختلف هالمره، وفقرات مميزه بين الاطباق الشهيه والمعلومات الطبيه، وراح نتجول معاكم في كل مناطق المملكه من خلال تقارير متنوعه ومميزه اكيد، وغيرها الكثير من المفاجات. لكن قبل ما نحكي بتفاصيل اكثر، خلوني ارحب بزميلتي ريم. يا اهلا وسهلا فيك يا ريم، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيك يا مها، وكل سنة وأنت طيبة. وأكيد نرحب بكل مشاهدينا الكرام. زي ما قالت لكم مها، هذا الموسم من سوالف رمضان مختلف، رح نظهر فيها أنا وزميلاتي بشكل جديد، رح نتحدى بعض يوميا، ورح تكونوا أنتم مشاهدينا الحكم في هذه التحديات من خلال تفاعلكم معنا. في كل يوم رح يكون عندنا 7 فائزين بجوائز قيمة جدا، خلوكم معنا كل يوم وأبشروا بالجوائز والكثير من المفاجآت. وفي بداية حلقتنا أكيد نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما نهنئ جنودنا وأبطالنا على الحدود وعلى كل شبر من ثرى وطننا الطاهر اليوم. وكما قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، نحن نعيش شهر رمضان المبارك بالفرج بعد الشدة بانحسار جائحة كورونا، واللي ما رح ننسى فيها جهود القطاع الصحي والأمني اللي كان لهم الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في محاصرة هذه الجائحة ومقاومة آثارها. صحيح، يعني الحمد لله الواحد يحمد ربه في اليوم 1000 مرة أنه يعيش في هذا الوطن يا ريم، والأمن والأمان، ودائما نقول الحمد لله على نعمة السعودية والحمد لله على نعمة الأمن والأمان. طيب يا ريم، وش رايك نبدأ مع المشاهدين ونشرح لهم محتوى سوالف رمضان 3 أو محتوانا الجديد لهذه السنة؟ طبعا مشاهدينا، في أولا في كل حلقة راح يقدم لنا فريق الإعداد الظرف زي هذه اللي قدامنا، طبعا زي ما تشوفونها، وداخل الظرف راح يكون مكتوب لنا تحدي واسم المذيعة، وهذا التحدي راح يكون واحد من 4 تحديات. في عندنا تحدي في الطبخ، أو تحدي في الأزياء، تحدي في المكياج، وأخيرا تحدي في الحرف الفنية والمشغولات اليدوية. صحيح يا مها، وطبعا لكل تحدي شروط. شروط التحدي أنه محدد بمدة 40 دقيقة لتنفيذه. طبعا راح يكون من حقنا الاستعانة ب4 وسائل مساعدة، بس ترى إذا استخدمناهم راح ينقص من الوقت، يعني الوقت مو 40 دقيقة يعني، يا وسائل مساعدة يا تستفيدي من الوقت بالضبط. فينقص 5 دقائق لكل وسيلة نستخدمها. هذه الوسائل هي إما الاستعانة بمختص، أو الاستعانة بإحدى الزميلات في الاستوديو، أو الاستعانة بصديق من خارج الاستوديو، وأخيرا البحث الإلكتروني. رح يكون عندنا يوميا مختصين لتقييم أدائنا طبعا في هذه التحديات، وتقييمهم رح يكون من 5 نقاط، وفي كمان 5 نقاط ثانية رح يقيمنا فيها فريق العمل. طبعا هي يعني رح تكون محصورة داخل قواعد وشروط التحدي. يعني شوفي، التحدي دائما حلو، خصوصا يعني خصوصا الطبخ يا جماعه. انا متحمسه اشوف فقرات الطبخ اللي راح تصير، لان تعرفين رمضان يعني سبحان الله نتحمس دائما على سفره رمضان، ونتحمس على الاكلات الحلوه، ونبغى نشوف مواهب المذيعات. يعني طبعا في شيء ثاني جدا مهم، وهذه التحديات انه راح نقوم فيها مو بس علشان نتحدى بعض في الاستديو، مو علشان ندوق اكل بعض ويكون في خلينا نقول روح التحدي ونشوف المواهب زي ما قلنا، كمان عشان مشاهدينا واللي راح يشاركونا في هذا التفاعل بالتحديد، وراح يشاركونا في التقييم أو تقييم الآداء في الحلقات طبعا من خلال تغريدة راح ننشرها يوميا في الهاشتاج والظاهر أمامكم على الشاشة. وطبعا راح يأهلكم هذا التفاعل، هو مجرد تفاعل بسيط، لكن راح يأهلكم بالدخل في السحب على 4 جوائز قيمة مقدمة من السيف جاليري يوميا، ولأربع فائزين.
يعني احنا السنه داخلين كلنا نبغى الناس ينبسطوا ويفوزوا، يعني احنا لما نقول 7 جوائز في اليوم اوف، ولا حتى فوازير رمضان سووها. صحيح. كانت كل يوم جائزه، يعني احنا 7 جوائز متنوعه. تشارككم او تفاعلكم معنا جدا مهم على الهاشتاج اللي هو تحدي سوالف رمضان. تقدر تكتبوا طبعا تعليق، هل ليش رايكم هذه او رايهم، صح؟ رايهم ليش المذيعه هذه تستحق الفوز بس بالتحدي. هلا بالتعليقات الايجابيه لا تحطموا لنا من اول رمضان تقولوا لا ما تعرفين تطبخين، لا يعني جملونا شوي. وضروري جدا انكم تسووا لنا فولو وريتويت لكل تحدي، وطبعا اللي عندها التحدي المذيعه هي اللي راح تختار افضل تعليقات في مقطع، او خلينا نقول 4 تعليقات في مقطع فيديو مصور راح نعرضه هنا في الحلقه طبعا في اليوم التالي. فهذا شيء مره حلو انه انتم تتفاعلوا معنا، وانتم تكونوا سبب انه احنا نكمل نتفاعل نزعل نضحك، تكون التعليقات حلوة، وكل ما كان التعليق جذاب يمكن تفوز. ورائع يلفت نظري واختاره، اقول والله هذا التعليق ضحك، حتى لو كان تريق علي يعني. بالعكس يعني انا يعني كلنا والزميلات كلنا روحنا يعني نتقبل كل شيء وعادي يعني، والموضوع هي مساله نبغى ننبسط وانتم تنبسطوا اكيد معانا وتتفاعلوا. صح. وتفوزوا بجوائز. يعني خلني بقول لك يا ريم، الامانه دائما رمضان انا ما ادري، انا يمكن بسالك بما انك انت يعني مختصه في هذا الموضوع مختصه في الفوازير على قولتهم، ليش رمضان دائما مرتبط عندنا بالمسابقات والأسئلة؟ يعني صراحة ما قد فكرت فيها، بس ليش؟ إيش معنى رمضان؟ دائما كده، ليش ما سويها مثلا طول السنة؟ يعني بشكل دائما عام. يقول لك شهر رمضان شهر الخير والبركة وشهر المفاجآت، نفرح بعض، ندخل الفرح والسرور. صح. على قلوب بعض، فهذا الجانب حلو. يعني تدري اليوم طويل، الواحد يبغى يسلي نفسه ما بين الصلاة والقيام والعبادة، وما بين حاجة خفيفة لطيفة يشوفها يستمتع فيها يشارك فيها ويفوز فيها كمان ويتعلم. ترى في بعض الأحيان كثير يتعلم، يعني ممكن ريم تعلمنا كيف احنا نرسم، او انا اعلمكم كيف تطبخون، عاد ما ندري تظهر المواهب. طبعا ريم جاهزة، نشوف جاهزة التحدي اليوم. هو صدمتك، هو من اول يوم في تحدي. طبعا من اول يوم في تحدي يا ريم، لازم اليوم هذه الظروف اللي عندنا طيبين يعني. شوفي هذه الظروف، طبعا انا بخليك تختارين ظرف بناء على ايه هو الشيء اللي يكون فيه الظرف. لا تغشين، لا تغشين. شوفي الظرف راح يكون كل واحد راح يكون في اسم وواحد راح يكون فاضي، فانت اختاري وشوفي. طب ليه ما انت تختاري؟ انت ايش بك علي؟ لا ريم احنا انا 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 الكبير اول. ايش قصدك ريم؟ طيب يلا انا بختار. يلا خلينا نشوف. تحدي بسم الله، انا ماني ناقصه تحديات. ايش اللي حيكون التحدي اليوم يعني، ولا حيكون سربرايز؟ لحظه، انت فاضي؟ انت فاضي؟ انا طلع عندي، بس طلع عندك، عندي اسمك يا ريم. طلع اسمي انا، اسمي مكتوب. طلع اسمك، طلع اسم ريم. التحدي عند ريم. وانا فرحانه قاعده اقول والله اني انفجعت. قاعده اقول ظرفي فاضي. انا ما ادري ليش خفت، انا اللي خايفه دحين، انا تورطت. طبعا هذا اسم ريم. ريم عندك تحدي طبخ الوصفة شوربة الحب باللحم، يعني راح أقرأ المقادير يا جماعة. أوكي. طيب هي المقادير يعني ما بكثير، عندك 6 مقادير، فقد لك يا ريم. يعني أنا أولا مرة محظوظة. أنتوا لا، في شيء لازم أقول لكم، هو أنا جلست مع ماما أمس وراجعت المنيو حق رمضان كامل. شاطرة، كفو. عشان لا أستعين بوسيلة مساعدة لو تحطيت في هذا الموقف، فالحمد لله حافظة المنيو كاملا. والله أنا مرة متحمسة. متحمسة يعني ريم، أنا يعني أنا شفت خلينا نقول مواهبك في سوالف رمضان 1 و2، يعني والله يجي منك، والله يجي منك، لا والله يجي منك يا ريم، فيعني قلت لك والله العظيم أنا مرة مبسوطة ومتحمسة على طبختك اليوم. أنا كمان وإذا طلعت لذيذة أنا باخذها معي البيت يعني بعد البيت. لا إحنا متفقين معها. أي طبخة حق اليوم أنا حيكون فطوري أنا وعيالي. يعني مهما كان الفطور. خلاص يلا مسامحتك يا ريم، مسامحتك. طبعا احنا عرفنا طبختك اليوم وتحديك. خلاص جاهزه؟ الله نفسياً كريم. جاهزه يا ريم؟ الله كريم. اوكي. طبعا احنا نبغى نرحب باحد، لكن قبل ما نرحب بهذا الشخص المميز جدا جدا، خلونا نطلع معاكم مشاهدينا ونشوف طبعا هذا الكليب السريع ونرجع. We'll be right back.
تمرنا في مواقف مرة كثير، وأحيانا هذه المواقف تكون نقلة نوعية. لما يسألها من أين أتيت وكيف أتيت وكيف عصفت بوجداني، كلمات جدا تمس القلب، فأنا أحب هذا النوع اللي فعلا الواحد يقدر يحس بيها من ناحية مشاعره. أنا يمكن شخصيا ما أحب أرجع أعيد الكلام. وأكيد عرفتوا مشاهدين مفاجأتنا، نرحب ببنت روتانا المذيعة المتألقة والزميلة العزيزة أكيد على قلوبنا وعلى قلوب كل المشاهدين الإعلامية رؤى ريان. هلا وسهلا بك يا رؤى، تفضلي. هلا وسهلا والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. ترى أنا ما أحب كرسي الضيف، حاسة نفسي شوي متوترة. ما أحب كرسي الضيف، مطمنة ومرتاحة وأنا معك. كيف حالك رؤى؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت بصحة وسلامة يا ريم ويا مها. نورتينا وشرفتينا وطولتي علينا. انا بكون صريحه يا جماعه، الصراحه طولتي علينا، لكن بقول لك اياها ويلكم باك، وشكرا على يعني رجعتك الحلوه في الوقت الحلو هذا وفي الشهر الفضيل. خلينا نتكلم رؤى، يعني انت رحتي طلعتي من روتانا فتره وبعدين رجعتي، صحيح؟ ايش حكينا؟ طيب يعني هي الطلعة من البداية كانت فكرتها أكثر لابتعاث أو إني أطلع برا منتدبة في مكان معين، كنت في قناة إقليمية فحاولت إني أستفيد من هذه الفرصة، وطلبت من الإدارة والإدارة مشكورين سمحوا لي إني أنا أغتنم هذه الفرصة، وكان في وعد بالرجوع بس ما كان محدد متى بالضبط راح أرجع. وسبحان الله يعني أترتبت بهذه الطريقة وفي هذا الوقت، ومبسوطة إنها كمان تزامنت في موسم رمضان. وعشان كده أبغى أسألك إيش شعورك وأنت راجعة ومع بداية قوية مع سوالف رمضان ثلاثة اللي هذا العام راح يكون مختلف على جميع المقاييس؟ يعني زي ما كنا قاعدين بنتكلم واسمعكم باكستيج على المفاجآت اللي بيصير، كثير متحمسة. يعني يمكن البرامج اللي إحنا بنقدمها اجتماعية، برامج سياسية، بس إني أدخل في برنامج مش طبخ، يمكن هي ما هي المره الاولى، لكن اول مره مع الجروب كذا مع بعض كلنا متحمسين. ايوه بعدين الموضوع تحدي لو سمحتي، يعني التحدي ما في غش من غير غش. شوفي يعني انا علاقتي بالمطبخ جيده، ما تعتبر سيئه. بس معتزله الموضوع من 4 سنوات، فالله اعلم وش اللي يطلع مني هذه المره. احنا نبغى مفاجآت. يعني المفاجآت بتكون عندك شوي وعند ريم شوي وعندي شوي وعند زميلاتنا اكيد. فلكن خلينا نتكلم شوي عن طقوسك. ايوه طقوس رمضان، يعني أتوقع كل بيت يختلف رؤى، كل شخص يختلف كيف طقوسها، يعني الفطور، في ناس ما تحب تفطر، في ناس تحب تفطر، في ناس يعني تأخر الفطور، في ناس، فكلمينا إيش طقوسك عادة في رمضان؟ والله شوفي يعني المشكلة أنه يعني خليني أقول لك رمضان في الغربة مو زي رمضان تكوني وسط أهلك وأحبابك وكذا، فالوضع بيكون مختلف. يعني إنك تفكي ريقك وخلاص انتهينا، بعد كده تشوفي إذا في خيام حلوة تطلعي تسهري فيها وتقعدي فيها وتجتمعي مع صديقاتك وصحباتك والناس اللي تحبيهم. لكن هنا يعني أكيد أهم شيء تمر، سمبوسة، بوف، لازم هذه الأشياء طبعاً فضل. بعدها أيوة صلاة التراويح، بحاول قد ما أقدر إني أتمسك بالشغلات أو أرجع للشغلات اللي إحنا أصلاً تعودنا عليها وكبرنا عليها. استل أهالينا مش معانا، يعني أهلي في المدينة مو معايا، لكن أحاول قد ما أقدر إنه مع الناس اللي موجودين حوالي إني أعيش نفس الطقوس اللي كبرنا عليها، لأنه زي ما كنا بنقول للأسف بدأت تخف شوي شوي مع الوقت. للأسف صحيح. بس لا، نبغى نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الحلوة هذه مهما اقتربنا وبعدنا ورحنا وجينا. صحيح. لازم نخلي وقت كده خاص للأهل لها. أيوة نخلي لهم وقت، يعني نخلق هذا الوقت. وعلى طار الغربة يا رؤى، يعني أنت طبعا كنت برا بتشتغلي في إحدى القنوات الإخبارية، وخلال هذاك الوقت بالضبط كانت بداية الجائحة كورونا والحظر وكذا. كلمينا عن تجربتك، يمكن كنت أنت حتى تشتغلي من البيت وتبثي من البيت. بالضبط. يعني هذا اللي كان غريب وكان تحدي، يعني أكثر شيء كان مفاجئ بالنسبة لي أنك شهرين تقعدي بالبيت ما تطلعي، لدرجة أني كنت أطلع هوا من البيت، الاستديو كان بالبيت، إضاءة، كاميرا، كنت أنا ميك اب آرتست، كنت انا الميك اب ارتست، كل شيء كل شيء كل شيء، انا مهندس ضوء ومهندس صوت. تعرفوا شو اللي يضحك؟ اني انا كنت ببيتي وزميلي كان ببيته وفي ديلي، فانا لازم اتكلم قبل هو يخلص كلامه. أيوة. عشان عرفتي انت تجي يلا سموذ مع بعض. صح. فكان في تحديات عجيبه وفعليا كانت صعبه. لما اقول لك تقعدي شهرين لحالك بالبيت، يعني ما تتخيل تكون انا قاعده على البلكون احسب السيارات او الشبابيك او عرفتي، ما بدات تعدي النجوم والسيارات، ما كان في نجوم، كنت اعد السيارات والشبابيك وكذا. بس الحمد لله يعني هذه التجربه صنعت في اشياء مره كثير وخلتني احس انه هي غربه
وانك قاعده لحالك وانك انت اصلا بتعملي هوا لحالك. صح. هذه كلها شغلات كانت صعبه. بس الحمد لله يعني في كل شيء صعب تمر فيه تقول لا انا اقدر انا. صح. اسوي انا عندي استطاعه اني اعمل اكثر من واكيد كده. علمتك الالتزام تحت ضغط الظروف ومهما كانت خصوصا كاعلاميه. يعني احنا الاعلاميين كان عندنا دور مره كبير انه لازم نؤدي واجبنا. صح. ودورنا الاعلامي اننا نطلع نقول الاخبار نطمئن الناس نديهم اخر التفاصيل. أيه. فهنا هذا الحس الالتزام كان جدا مهم برضه. بالضبط. وفي نفس الوقت تعرفوا لما نتكلم ان الواحد يطلع لايف لازم يطلع يكون عنده طاقه نفسيه طبعا مبتسم وما يكون مأثر عليه اي شيء. يعني في تفاصيل الناس يمكن ما تعرفها انه انا 7 شهور مو عارفه لا اروح على السعوديه ولا احد يجيني من السعوديه وانك عرفتي. ففي تفاصيل كثير كانت صعبه على الواحد. بس زي ما بتقولي يا ريم انه دائما الاعلام يعلمك انك تفصلي ما بين حياتك الشخصيه وما بين انك انت تقومي بواجبك. يعني انت قاعد تكلمي قاعد اقول يعني ما شاء الله عليها الحين تعلمتي انت اشياء حتى اللي يمكن ما هي من اختصاصك. أيه. التصوير الاضاءات الميك اب الشعر. فيعني خلي يعني انا دائما اقول نشوف الايجابيه في الموضوع. أيه. فبرافو عليك الصراحه. يعني بالعكس انا كنت اشوفك اقول يعني برافو عليها برافو عليها برافو عليها. خلني بسالك يعني هل الفتره الاخيره او هذه الفتره اللي انت سافرتي فيها رؤى تابعتي سيدتي؟ وي هذا سؤال يعني ما يسال يا مها ما طبعا كل يوم اصلا اول شيء انا اشتاق لكم احب اشوفكم. يعني فعليا كنت لما اشوف كذا عارفة أحس مو بحنين أوريدي يعني أنا توحشوني مرة عرفتي. فطبيعي إني أشوف. لفتتني أشياء كثير الاستوديو الجديد النقلة اللي صارت كمان لما أنضافت أو كمان كانت في لبنى جات بعدي لبنى عبد العزيز وكمان جات أودي. فعارفة أقول الله حلوين البنات الشخصيات الأسلوب حتى المحتوى كان كثير فارق معايا. يعني إنه سنة عن سنة كيف بيصير سيدتي عرفتي. فيعني ما أقدر أقول إنه ممكن يعدي يومين ثلاثة ما أشوفكم لو مو على التلفزيون ممكن أشوفكم على اليوتيوب أو حتى أشوفكم على تويتر. فأكيد ما يسأل هذا لا السؤال. بس لازم كنت أسألك هذا السؤال. هذا السؤال كنا لازم نعرفه. فأنا أتفق معاك يعني سيدتي الحلو فيه إنه دائما في تطور. صحيح. دائما في مواكبة. أي. أكثر وأكثر دائما تشوفين فرق حتى حلقة عن حلقة مو بموسم عن موسم. صح. يعني دائما تشوفين. فهذا الشيء الصراحة جدا جميل والحين زاد جمال سيدتي جمال. بس انبسطت إني شفتكم بعين المشاهد. بالضبط. شكرا لك عشان كذا وجهنا لك هذا السؤال. هذا السؤال يعني كان مهم لأنه إحنا قاعدين ناخذ وجهة نظرك رؤى أول شيء كأخت وصديقة وثاني شيء كإعلامية يعني بروفيشنال أو مهنيا وثالث شيء والأهم كمشاهد. صحيح. يعني أنت يمكن ما تعرفين إيش اللي يصير باكستيج بس. صح. هل إحنا قاعدين نطلع بالصورة النهائية خلنا نقول التي تليق بقنوات روتانا وزينك وش حالاتكم الله ما شاء الله عليكم زي القمر تجنن لا ما شاء الله عليكم. يعني فعليا ما أقدر أشهد في مكان أنا أوريدي يعني كنت بادية منه كأول مرة أطلع على الهواء من برنامج سيدتي تحديدا. بس اسم الله يعني شوفي أحلى شيء كان مريح بالنسبة لي أشوف الكيمستري بين المذيعات بين البنات. صحيح. لما يكون في شوفي لأنه البرامج اللايف تحتاج أنكم أو إننا بالأصح نكون كثير مندمجين مع بعض وهذا أكثر شيء حتى مريح للمشاهد. صح. المشاهد مرة ذكي يقدر يشوف لماح. فالكيمستري اللي كنت أحسه بين البنات بالضبط التنوع والتقبل. أي. كمان يعني أنا حبيت إنه في اختلاف وفي شدة بس في نفس الوقت يعني في تقبل لكمان آراء الناس الثانيين. ترى أيام كثير مواضيع كثير أقول يا ريتني معاهم نفسي أعلق على هذا الموضوع. وأنت إضافة يا رؤى يعني للأمانة أنت يعني إضافة وأنا أقول هذا الكلام سواء في وجودك أو في غيابك من غير شر دائما رؤى وله بمجامل وأنت تعرفين يعني مشاعري اتجاهك. فنرجع نقول لك ويلكم باك. شكرا يا مها. وأنت بين إخواتك وأهلك وناسك ورجعتي بيتك بيتك روتانا أكيد. فاحنا نعرف ان انت تبغين توجهين كلمه للمشاهدين. أي. او تدخلين عشان تدخلين معانا طبعا اليوم. أي. في المود فايش المفاجآت اللي راح تكون في سوالف رمضان؟ صح يعني هي في مفاجآت كثير زي ما ذكرتوا بعض التفاصيل منها لكن خليني انا كمان اقول وش هي المفاجآت لاعزائنا المشاهدين في هذا الموسم موسم سوالف رمضان لعام 2022 هو اني انا حكون جزء من طبعا اللي يقدموا البرنامج مع زميلاتي ريم ومها ولبنى وأودي. كل راح نقدم البرنامج في كل حلقة راح يتم مشاركة مذيعتين فقط في تقديم البرنامج. واحدة منهم حيكون عندها التحدي زي اليوم حيكون التحدي عند ريم. وطبعا حيكون في 4 جوائز اللي هي راح تقدمها مجموعة من المشاركين معنا لسوالف رمضان تحديدا. طبعا المشاركين أو المشاهدين حيكون لهم برضو سؤال موجه. صحيح. لهم حيكون عبر هاشتاج راح يطلع في النهاية هذا الهاشتاج حيكون عليه السؤال
وتقدروا تشاركوا فيه. لكن المعلومة وين راح تلاقوها؟ المعلومة حتكون من ضمن الحلقة، فعشان كذا أنصحكم إنكم تركزوا وتتفرجوا معانا بتمعن. الكلام اللي أو السؤال راح يكون جوابه من ضمن الأشياء اللي ذكرناها خلال الحلقة. الفائزين في هذه المسابقة هم 3 فائزين في كل حلقة، وزي ما كنا بنقول إنه السؤال هذا حيكون في هاشتاج، وكمان الجوائز حتكون مقدمة من السيف جاليري وأيضا عيادات ألور وكوبون مشتريات بقيمة 500 ريال من دار أزياء فاطمة الحداد. الله. وكيف راح يكون السؤال؟ زي ما قلنا في الهاشتاج على آخر أو الظاهر على الشاشة، اربح يعني مع سوالف صح. رمضان يعني إحنا صراحة المشاهدين محظوظين هذا الموسم. أي. يعني جوائز كثير ومسابقات كثير ومختلفة. أنا بدي أضيف حاجة. أي. إحنا كذا المذيعات اللي حنسوي ما لنا جوائز بالضبط. أنا قاعدة أقول بما أنه دحينة يعني مثلا في تحدي مثلا انه في مذيعه مثلا ما استخدمت ولا وسيله مساعده صحيح وفازت بكل التحديات اللي في رمضان، يعني مثلا كل مذيعه لها 4 تحديات، طبخ وازياء ورسم وكذا، وفزت انا. شوف الفال الحلو، فزت انا الحين تقول ابغى جائزه. اي والله حافظت حافظتها بالضبط. انا فزت بكل التحديات. جاء نهايه رمضان والله ريم ما استعانت بولا وسيله مساعده. ريم فازت بكل التحديات. اذا الجائزه للمذيعه اللي فازت سياره. سيارة. أنا أسوي لك ريتويت يا ريم. أنا إذا هذه الجائزة أنا موافقة. أوكي. أنا كنت متواضعة أكثر من كده. كنت أقول له أنا يعني أسمح لك أنت تعلقي يوم التحدي حقي وأسحبك أفوزك، بس سيارة ما أقدر عليها. ليش لا؟ يعني ليش لا؟ أهم شيء إنهم يشاركوا في الهاشتاج طبعا. اربح مع سوالف رمضان واحد. طبعا كل يوم حيكون يتغير الرقم، فواحد اثنين ثلاثة في اليوم واحد إن شاء الله. فميك شور أو إنكم داسم تكونوا حريصين إنكم تشاركوا على الهاشتاج الصحيح. يعني بنات كفيت ووفيتوا. شكرا لك رؤى، ما قصرتي، وشكرا لتواجدك اليوم معانا. نبغاك اليوم تاخذينا كذا بقيه اليوم تروقين وترتاحين. أيه. عشان ان شاء الله قدامك شهر كامل من سوالف رمضان راح تكونين معانا فيه باذن الله، وكل التوفيق. شكرا لك يا مها وشكرا يا ريم، واكيد ان شاء الله حتكون بينا ايام كثير حلوه في الايام الجايه خلال شهر رمضان. اكيد. وشكرا لك ريم على التوضيح وعلى الاقتراح. اقتراح يعني اهم شيء. اشكر ريم عشان اقتراحها الاخير هذا اللي عجبني وقلت لك بالتحدي وبنرجع لك. لكن خلينا نطلع هذا الفاصل مع المشاهدين، بنرجع لك في المطبخ. لكن مشاهدينا في التقرير التالي عيادات ألور راح تقدم لكم نصائح تجميلية رمضانية، تابعوها وبنرجع لكم بعد الفاصل. نبدأ معانا الرائع دكتور عمار الهدلول. كيف الحال دكتور عمار؟ يا أهلا وسهلا دكتور عمار. إيش النصائح التجميلية المختلفة في رمضان؟ إحنا طبعاً يجب إنه أولاً نقسم النصائح التجميلية. أي عمل جراحي هذا ما راح نتكلم عنه، ونتكلم عن النصائح التجميلية. أول وأهم شيء اللي هو مسألة العناية بالبشرة. مسألة العناية بالبشرة يجب أنها تكمل مثل ما كانت قبل رمضان. نفس العناية البشرة اللي هو الواقي ولا مقشر ولا ترطيب ولا وتبر، يجب إنه يمشي زي ما كان ولا يكون فيه أي تغيير. بالنسبة للإجراءات التجميلية لما نتكلم عنها، من إجراءات فيلر، بوتوكس، خيوط، أمور أخرى، أو حتى تقشير للبشرة، نتكلم عن التقشير المتوسط والعميق، هذه نفضل أنها تكون قبل العيد بفترة. بمعنى أنه تقريبا نقول 20 رمضان يجب أن الواحد وقتها هذه في الإجراءات العامة يكون مقفل أغلبها أو يكون عمل أغلبها. ليه؟ لأنه أحيانا يظهر بعض الأمور مثلا من كدمات أو انتفاخات أو حتى مع التقشير بعض القشور والجفاف اللي موجود في البشرة، فنعطيها فترة أسبوع إلى 10 أيام. السبب دكتور عمار الإجراءات تزيد عندكم في رمضان، إيش السبب؟ طبعاً أغلب الناس تبغى تتضبط للعيد، هذا شيء طبيعي طبعاً في كل الأمور الاجتماعية. ويجيكم أكثر في الفترة في بداية الفترة الرمضانية ولا آخرها؟ هذا اللي ننصح فيه أغلب الناس، إنه حاولوا قدر الإمكان تعملونها في بداية رمضان، لا تضغطون أنفسكم قبل العيد ويكون فيه انتفاخات ولا كدمات. طب نصيحة ذهبية تنصحها؟ أفضل شيء حاولوا تقريباً نتكلم من 5 إلى 15 رمضان تعملون أغلب الإجراءات. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، ومفاجآتنا ما انتهت لسه. المميز في سوالف رمضان هذا العام
هو انضمام الشيف ضحى مسيرة مهنية حافلة ومشرفة بدأتها الشيف ضحى بهدف اتباع شغفها في المطبخ. اليوم هي واحدة من أمهر وأشهر الشيفات على مستوى المملكة، واللي نفخر بانضمامها لنا في هذا الموسم من سوالف رمضان. رحبوا معانا بالشيف ضحى. هلا وسهلا بك يا ضحى. صفقولي. أكيد بصفق لك. هلا وسهلا. أهلا وسهلا. مليون صفقة يا شيف. حبيبتي حبيبتي، أنا اللي بدلعكم رمضان، أنا اللي بضبطكم. تصبري اصبري، إحنا الحين تونا نقول بسم الله. الله يسعدك. وشكرا لتواجدك معنا في هالموسم، جدا سعيدين جدا مبسوطين بتواجدك، راح نتعلم منك كثير إن شاء الله. راح أكيد ترى يويلكم في الاختبارات دقيقة. أنا خايفة، أنا اليوم حظي أنا أول يوم مع شيف ضحى وكذا أول يوم. ما في رحمة. اليوم ريم عندك، عاد نشوف، ما أدري بكرة وبعد نشوف عاد من اللي عندك، لكن أكيد مبسوطين بتواجدك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأكيد حابين إحنا نتعلم من خبرتك ومسيرتك الطويلة في هذا المجال. واليوم عندك اليوم أنت شربت الحب. أكيد أنا يعني طبعا إحنا نرحب فيك وكل سنة وإنت طيبة. سعيدين بوجودك معنا اليوم. كلمين عن استعداداتك للشهر الفضيل، خصوصا إنه أنت حيكون عندك شغل على الهواء يوميا، فكيف بتقسم وقتك مع العائلة ومعانا؟ والله أنا حماتي مدلعتني طبعا كل يوم فطرني. هذا شيء حلو كويس. لا حماتي ما تقصر والله. كل يوم نفطر عندها، يعني كل العائلة تجتمع عندها كل يوم. وانت تفطرين هنا؟ انا قاعده اقول لهم الطبيخ حق كل يوم يتحط في حاويات ورين في تحبي. اصلا ماني برايت لا القيمات ولا سمبوسه ولا مقالي. انا عندي الفطور رمضان يعني تمر وقهوه بس، اي طحينه قشطه كذا، هذا والوجبه الرئيسيه للسحور. وانا اكل على طول، اكل ما عندي، ما احب الاشياء اللي يحبون معجنات هالاشياء. لا ما تحب الرئيسيه زي على طول. طبيخ على طول ما في. لا في يحطونهم بس انا احب الطبيخ. اي طب حلو، شفت تعلمنا حاجه جديده يعني. لا والله يعني شوفي، انا عشان كذا قبل شوي اقول رؤى، يمكن سمعتين شيف، كل واحد له اجواء، كل واحد له، فانا افهمك يعني. افهمك اذا كان مثلا تمر وقهوه وبعدها بكم ساعه وجبه رئيسيه، او بعدها بفتره وجبه، بعدها بساعه الا ربع وجبه. انا احب دجاج ورز ابيض كذا اشياء. حلو. طب خلنا نتكلم عن استعداداتك لهذا البرنامج، أو تقديمك لهذا البرنامج معنا ومشاركتك. إيش الوصفات اللي راح تقديمها؟ كل شيء تحبونه أبداً. إيش اللي أنت تحبينها؟ هل في أشياء معينة؟ كم وصفة في اليوم؟ يعني شوفي، أيام في مسابقات حتكون أنا يعني أطبخ بس طبخة واحدة، أيام ما في مسابقة مع المذيعة أطبخ طبختين. يعني التحدي إيه؟ حلو. طبختين اللي هو أكلة رئيسية وحلا ولا سلطة؟ سلطة حلا، بننوع بنشكل، يوم بشاميل يوم برياني يوم كبسة يوم. الله. أضبطكم يعني منوع في الوجبة. مو مشكلة، هذه أول مرة قد برنامج وأنا صايم، أحس ريقي ناشف. لا إن شاء الله يكون أنت قدها، وإن شاء الله يكون يعني إحنا كده معاك. وترى والله في سوالف رمضان الوقت يمشي، الوقت يمشي ولا نحس فيه، بس إحنا ما نبغى نأخذ من وقتك كثير يا شيف ضحى، فخلينا نتجه على المطبخ. يلا ورينا الشطارة اليوم. طبعاً. ناكل شربة حب من يدك. وأنا التحدي حقي متى حيبدأ؟ الحين بدأ. الحين يا ريم بدأ. شايف أنت تبدي أول؟ عندك 40 دقيقة. أي أنه أنت تخلصين لك هذا التحدي. أنا مجهزت لك القدر، متحمسين كثير. أنا ما أدري ريم مستعدة أو لا يا جماعة، لكن أنا برجع أذكركم على السريع. كيف تكتبين؟ أنا تسوين هناك وأنا أسوي الكبسة هناك. تخلص فيها الطبخة وكمان عندها ثلاث وسائل مساعدة. هي ثلاث وسائل، ذكروا غششون يا جماعة، ثلاث وسائل مساعدة أظن، مساعدة صديق أو مختص، أو إنها وشو، أو إنها تمسك جوالها وتجوجل أو يوتيوب أي شيء هي حابة تسوي. هاريم كيف الاستعداد؟ طيب. كيف أوكي، أنا شايف المقادير حقتي هنا مجهزين يعني فريق الإعداد. ترى مقادير شربة الحب، أنا اللي فهمت إنها شربة الحب البيضة. أنا أخذ كورس عند الوالدة ما يحتاج قبل ما أجي، فأنا ما راح أستخدم أي وسيلة مساعدة. فالمقادير حقتي اللي هو الحب الأبيض، هنا منقوع لأنه حفاظا على الوقت بالضبط يعني، ولحمة بالعظم، والمفروض يكون فيها شوية شحمة ولا لية. لا مهم زهنا معي كده. طيب تمام. والبهارات المشكلة. أيوة اللي هي إيش يا شيف ضحى، ذكرينا كده. هي يحطون بهارات الشيبة وهيل وقرنفل وأشياء. هاد
عادي مو المفروض تجي في صرة عشان الشربة مو كده تكون في صرة. المفروض أنت تجيب الصرة. أجيب أديني وصلة من الفستان حقك يا ما هنسوي صرة. خلي فستاني في حالة لو سمحت. هي من أول ريم من أول ريم من يوم ما بدينا يا جماعة وهي قاعدة تقول لي أعطيني شوي من الفستان. إيه وشوية سمن يتهيأ لي برضو يكون حلو. شوفوا اللي ماشي على رجيم ويقول لك سويها بطريقة ما أدري إيه. هذا الأكل حقنا التراثي الشعبي ما في ما نقدر ننقص منه شيء. يعني بما أنه فيه سمن نحط السمن، فيه مدري إيه نحطه زي ما هو. فاهمين؟ أنا شيء أهم هذه كيف هحطها من غير صورة. طب سؤال، السؤال اللي يطرح نفسه ريم، أنت هل قد سويتي شوربة حب أصلاً؟ يعني الحقيقة هل قد سويتي؟ شفت ماما تسويها. لا أنت قد سويتي، مو شفتي أحد، عادي كلنا يمكن شفنا. بس قد سويتي؟ سويت. كيف كان؟ سويت. شوفي هي إيش مشكلة، شوفي هي مقاديرها مرة قليل. طيب هي مشكلة إنها تأخذ وقت مرة كثير على الناس. أوكي. تقعد تطبخ وتجلب. عشان كذا أقولك خليني أسوي لك إياها بقدر الكاتم، أسهل لك والله. أنا اللي حسوي. أنا بروح بالصعب. هذا حق دحين القدر. أيوة حق. أبدأ أحط. إيه. طيب. أوكي. طب ريم لا تنسين إنه لسه بدأ وقتك والحين تقريبا عدت منه كم دقيقة، فراح نخليك تبدين تحديك وبنتقل شيف ضحى. طبعا عارفة انه ريم راح تشارك في التحدي جلبس. هذا اليوم معك في المطبخ يا شيف. للأسف ما كمان انت بس انا حطيت لك ملقط عشان ايدينك، حطيت لك ملقط. شوفوا انا بس في نقطة مهمة لازم اقولها وظبطت صح يا شيف ضحى، رجعت لك الحبة. الله يسعدك. شوفي في معلومة مهمة، ست البيت يدها نظيفة طول الوقت، فما نلبس قلف صح ولا لا؟ صح. احنا نلبس قلف عشان قدامكم نضحك عليكم. طيب على بال ما تخلصين ريم بدايتك في الشوربة، خلنا بنتقل لك شيف ضحى وتكلمينا عن الطبق اليوم وتعطينا المقادير. ايش راح تسوين اليوم؟ طيب انا اليوم بعطيكم اشياء اسرار في المطبخ، اسرار صحية، يعني اسرار خطيرة ولذيذة وتغير طعم الاكل وبرضه صحية. احب الاشياء الطبيعية انا. طيب فانا عندي هنا ثوم وعندي زنجبيل وعندي طماطم، الفلفل الرومي ملون، طبعا البصل شيء اساسي في الكبسه، باذنجان، كوسه، دجاج، رز، ليمون اسود، انا اللومي اموت فيه واعشق الليمون في الكبسه، ومعجون طماطم. اليوم حعلمكم بس شغله، حناخذ هذا يعني اسمه سحر المطبخ، زنجبيل طيب وثوم. بس لا تعلمين واحد وحط لا ولا نقول على التلفزيون. فلفل رومي ابدا وطماطم. هذا سر، هذا إذا كشنتوه تكشينة مضبوطة يعني حمستوه زين على النار يعطي طعم خيالي. وحنحط إحنا زيت شوية هنا، الزيت كحفظ. حنحط هنا زيت وحنبدأ بالتكشين هنا. بسم الله، أسهل شيء في الحياة هذا، يعني هذا اللي اخترع هذا القدر صراحة لازم يعطونه جائزة. هذا وش القدر شفية تشرحي لي؟ بس دقيقة. أي نظبط المظابيط. الحين المقادير، الحين انا بحط هذا بضربه لحظه. ولع طبعا مشاهدينا الان عرضنا لكم على الشاشه مقادير كبسه السعاده، كبسه الشيف ضحى واللي راح تسوي لنا اياها اليوم على الهواء. فسجلوها، صوروا الشاشه يعني اذا حابين انه انتم، يعني انا الصراحه في اشياء او مقادير في هذه الكبسه يمكنها شوي جديده علي، لكن انا متاكده انها بتكون كبسه جدا لذيذه. فضحى تسوي البتاع بتاعها ده حقي سحرها. انا هنا حطيت اللحم مع السمن وهذا الحب حابدا احطه، ما حاكتر، هو المفروض كاسه واحده يا شيف ضحى، ولا ايش رايك؟ عشان حيفرش معانا. خلاص كذا يكفي. ايوه ححط الحب. بالنسبه للبهارات دائما في شوربه الحب البيضه، يعني على حسب توصيه امي انه لازم تكون في صره او صرة او في الحديده هذيك اللي كذا المنخل المنقطه هذيك، عارفينها في عندنا تتحط مو دحين، بعد الطبخة ما تاخذ وقتها وخلاص يبدأ يندمج اللحم مع الحب، نحطها آخر نص ساعة. صحيحي لي يا شيف ضحى صح؟ عشان لا تسود.
لا تسود، لا هو المفروض ما نحط فيها شيء تسود. مو هذه البهارات ممكن بس ما تحطي الليمون اسود. ما احط الليمون الاسود. الاسود ايوه بس تحطي البهارات البيضة. مزبوط. بس هي المفروض معاها على طول. اوكي تمام. طيب الحين احنا حنرجع لطبختنا. طيب انا اول شيء حطيت البصل. بنحط البهارات الحين مشكلة وليمون اسود شوية شوية. طب حبايبي في شيء مو نقطة مرة مهمة، انه البهارات فيها زيوت عطريه، لما تحمصونها شوي على النار تعطي طعم خيالي. حلو. حنحط الحين السحر اللي احنا سويناه، معجون الثوم والزنجبيل مع فلفل الرومي، ترى هذا يعطي طعم للاكل مو طبيعي. حنكشن هذا، تحطونه في ثلاجه تحتفظون فيه وتصيرون مع اي طبخه تستخدمونه. حنحط كمان معجون طماطم شويه، حنكشن. كل ما كشنتوا أكثر كل ما طلعت الطبخة أحلى. الحين نجي للدجاج. أنا خليته مع جلد عشان أبغى أحمره بالفرن. طبعاً في شغلة إنه الليمون الأسود حلو نضربه كذا كم ضربة عشان يطلع الطعم اللذيذ اللي فيه. ترى الطبخ مرة سهل، بس يبغاله إنه الواحد يدخل المطبخ وهو كذا مبسوط مستانس. صح. مسفهل. حنحط الدجاج بسم الله نحمره. طيب حطينا الليمونات، حنحط فلفل رومي. انا احب الفلفل الرومي مره، يعني شويه شويه من هنا ومن هنا، تقريبا ملعقه ملعقه بس، يعطي طعم للكبسه عجيب غريب. حنخليه كمان كذا ينحمص شويه، ترى هذه الكبسة لذيذة لذاذة مو طبيعية. يامي. وسميتها كبسة السعادة يا شيف، يعني أكيد سعادة سعادة. هي سبحان الله أصل الكبسة، يعني فعلياً أنا أتوقع أمس سألت سؤال قلت للناس شو سحوركم؟ كل الناس السعودية كبسة. كلها كلنا سحرة كبسة. طيب حنقول نقط مرة مهمة عن الرز. حبايبي الرز دائماً الناس يتكسر معاها وينعجل. أسهل شيء في الحياة، أول شيء تغسلوه 3 مرات بس ما يعني كذا بلطف، بحنية بحنية. طيب بعد ما نغسل 3 مرات نغلي موية ونحطها عليه حتى تضاعف الحبة، ولما نجي نطبخه شوفوا شلون صارت يعني تكبر الحبة، ولما نجي نطبخه ما نزيد الموية كذا على طول. نخليه لما يتواصل، خاصة لو كان معاه خضار، ترى الخضار كمان تطلع موية يعني حيزيد كمية العجن. الحين هنا حنخليه كذا شوية بس يبيض الدجاج. أيوة حنحط المويه، المويه قاعده تغلي. انت كيف لا انا حطيت المويه هذه لي انا يا شيف ضحى. لا حتاخذي مويتي؟ احنا حنتخانق على المويه من اولها من البدايه. وانا احب احط ليمونه. الله ايوه مع الكبسه كذا تعطي طعم مره. ليمونه فريش شيف؟ ليمونه فريش اي تعطي سحر. بس دقيقه انا قاعده اشوفك قشرتيها كانك قشرتيها. القشر شوي مرمر، حتى لو احط قشر برتقال ليمون انا احط شويه بس كذا يعطي مرارة. هذه بعض الناس تحط مع السمك كذا ليمون كثير مع قشره يعطي مرارة في النهاية. صح. ما يصلح. طبعا معجون الطماطم حسب ما تحبون، الكبسة حمراء كذا بيضة، تقدرون تزيدون أو تنقصون، أنا أحبها حمراء. وكل ما كشنتي كل ما زانت الطبخة. والحين ما شاء الله تبارك الرحمن في اختراعات، في كل شيء جاهز. صح. أنا عن نفسي بقول كل اللي يتابعونا اليوم الكشنة سووها كمية أبد. عندكم هذه المطحنة من إديسون ستيف جاليري، اطحنوا كميات وكشنوها واطبخوها بس. خلاص حنكب الموية الحين ونخليها تطبخ 10 دقائق بعدين نكب الرز. خلصت الموية؟ يعني على الموية؟ اي انتي نصي وانا نص. طيب هذه ضروري اني احط الموية هنا عشان نكتب الوقت. أسيب لك شوية يا شيخ ضحى. أيوة. نتشارك. خلاص إحنا كده صبينا الموية على اللحمة وعلى الحب، المفروض إنه نغطيه ويبدأ يقلب، يعني يبدأ يستوي. حياخد وقت المفروض. كم يبغى لها وقت؟ هو يبغى لها بالقليل ساعة ونص. ساعة ونص أو 3 ساعات إذا كان ما هو منقوع الحب. لا مقصودة أنت مستقصدينك. أي والله يبغى يخسرون. معطينك طبخة تاخذ ساعة ونص وعندك 40 دقيقة. شايفة يبغى يخسرون. باسمه تحدي الطبخ وأنا قد التحدي يا مها.
واو طيب. لا والله ريم لازم لازم، انت تقريبا معك باقي نص ساعه ترى. ما هو انا سويت اللي علي والباقي على الله. طيب بس عندي نقطه واحده مهمه في شوربه الحب، في ناس يقولوا عشان تطلع بيضه لازم نزود عليها حليب او لبن. احنا ما نزود عليها ولا شيء، شوربه الحب تطلع بيضه في النهايه وحلوه كده ولطيفه من غير ما تزود عليها شيء، وتكون كده سميكه، هي حلاوتها انها تكون سميكه كده او ثقيله شويه، وعشان كده البهارات نحطها في الاخير. صح كده يا شيف؟ صح. طبخاتكم انا مالي دخل. هذه النظره أنا ما عجبت. انا بس بقيم. انا ابغى مويه زياده، انا حطيت طيب حب زياده. طيب خلاص احنا بعد شوي بنجيب لك مويه زياده. ابغى الغطايه. هذه مويه. هذه مويه. ايوه لازم تتغطى اللحمه كلها كويس. أيوة. لانه في عندنا لحمه ما هي مستويه وفي عندنا حب. الحب الهريس ترى ينفش يعني. اي طبعا ياخذ كثير وكمان. أيوة. نحسب حساب اللحمة. ما نحط ملح ولا شيء الان. لا في النهايه تبي زياده. طبعا لا. انا قاعده اشوف في مساعده يا جماعه. لا ما في مساعده في المطبخ. لا ما في مساعده قاعده تصير. شوف اذا في تبرع من لحالها. في تبرع هي جاتها تبرع. لا انا اعتبرها مساعده. لا لا يعني والله ما تنحسب علي من اول يوم يا مها. ها؟ ما هي مساعدة. خلاص يلا اسمعي بس عشان الحلقة الأولى يا ريم فراح نمشيها هالمرة. ما راح نعتبرها مساعدة من مختص، لكن أنا بخليكم شوي في المطبخ. أنت سمعتي الغطاية؟ سمي الغطاية. الغطاية. ريم هي كذا كيوت ترى. ريم تسوي لي أجواء ترى في المطبخ. أنا أنبسط لما أكون مع ريم في المطبخ. أنت مو فاهمة ترى الموضوع أكثر من طبخة. إحنا بنطلع فاصل صح؟ إحنا راح نطلع فاصل. بس أنا أحط بس شوي كوسة وباذنجان. تفضلي شوية بس كذا ترى تعطي طعم للكبسة خيالية. يا سيدي وجزر حطوا بطاطس اللي تبون. أوكي وحنسكرها الحين ونطلع فاصل ونرجع. طبعا احنا يعني احنا نبغى نشوف الوقت حقك ونبغى نكمل الطبخه معك. ايه اكيد. شيف اكيد. ايه. لكن خلونا مع مشاهدينا نطلع هذا التقرير. ويمكن من اول يوم صيام الكثير مننا يعاني من الشعور بالعطش خصوصا مع تغيير الاجواء وزياده درجات الحراره، لذلك مشاهدينا خلونا نشوف في التقرير التالي الدكتور عمار تنكل راح يشرح لنا اهميه شرب الماء في رمضان وكيف نقدر نعوض وقت الصيام. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل. شرب الماء في رمضان، كثير مننا يخاف من العطش في رمضان وكل واحد له استراتيجية مختلفة يحب يشاركها مع الناس، وأكثر استراتيجية منتشرة اللي هو شرب الماء قبل أذان الفجر. إذا كنت من هذه النوعية فحب أطمنك راح تعطش بشكل سريع. ليش؟ لأنه جسمنا ما يقدر يخزن كمية كبيرة من السوائل في وقت قصير وبالتالي راح يتخلص منها بسرعة. وزع شرب الماء خلال اليوم وضروري يكون عندك وعي كبير بكمية السوائل اللي تشربها خلال اليوم، لأنه أحياناً كثرة التفكير في العطش وكثرة التفكير في شرب السوائل ممكن تفعل مناطق معينة في الدماغ تحفزك على شرب كمية أكبر من الماء، ولما ما نقدر نشرب الموية فمعناته حنعطش أكثر إلى ما يأذن المغرب. فبالتالي أفضل استراتيجية أنك أنت ممكن تسويها أنك توزع شرب السوائل خلال اليوم. نحط في الاعتبار أنه بعض الحالات المرضية تحتاج عناية طبية، بالتالي إذا كان عندك مثلاً ضعف في عضلة القلب، مستوى السكري غير منتظم، ضروري تراجع طبيبك حتى تعرف هل مسموح لك الصيام أو غير مسموح لك الصيام. الكمية اللي تحتاجها خلال اليوم ما بين 5 إلى 7 أكواب، لو وزعناها كوبين فترة الفطور، كوب أو كوب ونص فترة السحور، وكوب وقت صلاة التراويح أو بعد صلاة التراويح، وكوب منتصف المساء، كده حتكون وزعت السوائل بكمية مناسبة. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وطبعا الحين
أنا ودي أسأل ريم، يا جماعة ريم ترى مو المفروض إنها جالسة جنبي هنا مبسوطة وريحة لذيذة. أنتوا اخترتوا لي أكلة سهلة، وش سوي عاد؟ هذه مشكلة الأعداد أنا ما لي علاقة. لكن ريم أنت صدق وين وصلتي؟ خلصتي كذا خلاص؟ خلصت شربة الحب؟ هي شربة الحب السر فيها إنها توطي النار عليها وتخليها على النار ساعتين ثلاثة وتنسيها. ممكن كل شوية تيجي تزود شوية موية عليها، تحط السمن عليها، البهارات يمكن تتحط آخر شيء على آخر نص ساعة أو آخر ساعة الأخيرة تتحط البهارات. ولكن المرحلة هذه ما أدري شيف ضوها بتخوفني، كل ما تيجي تكشف القدر حقي أخاف أرتعب، بحس إني بسوي شيء غلط، ما أدري. أنا هذه الطريقة اللي أنت اختصرتي كل شيء. هي اصعب من كذا بكثير. لا 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 هي كذا صح، هي صح كذا احنا ماشيين. حتى هريس اللحم ترى يخلونا يوم كامل عادي، مو مشكله. طب حلو، اهم شيء ان ريم تخلص، لانه يا جماعه ترى باقي لها 20 دقيقه بالضبط، 19 دقيقه. يلا معك 19 دقيقه عاد. مستوي اللحم مو مستوي؟ الشوربه زينه؟ الشوربه شينه؟ بتفطرين عليها انت اليوم؟ انت قلتي بدايه الحلقه، انت قلتي. خلنا احنا حنسوي كشنه بسيطه. ضحى قولي لنا. طيب حنسوي كشنة للكبسة، حنحط كركم، حنحط ليمون أسود شوي، حنحط شوية بهارات مشكلة. حلو، الكشنة تعطي الكبسة طعم مرة لذيذ. هذه تحطونها بعد ما تكبون الرز كذا على الوجه الكبسة. هذه طيب كشنة ثانية ما لها دخل بالكشنة الأولى؟ لا احنا الكشن كشنات، كشنة كشنتنا كشنة. والله إن شكلها كبسة السعادة صدق، إن شاء الله نجربها اليوم لا شوفي حلو، أنا أحب مع الكبسة خضار. الله والله ما احبها ناشفه، ما احب سرز، عرفتي؟ يفتح النفس صراحه. فاحنا هنا حنحط الخضار وحنخليها كذا تتسبك، حنحط شويه معجون طماطم نقطه وبس. طب اسالوني اسئله كذا في الطبخ، خلينا نشوف معلوماتكم، ولا انا اسالكم ولا اسالينا. هذه الفقره اللي انا ما طب انا حاعطيكم تركات حبايبي في المطبخ. المعجنات لما تعجنون العجينه وترتاح، طيب اول شيء تقدرون تخلونها في الثلاجه من الليل، يعني مو لازم تعجنون كل يوم، سووا كميه وحطوها في الثلاجه. حلو، هذه اول شغله. أوكي. ما تخرب عادي، العميل الخميره تشتغل وما عندها اي مشاكل في الثلاجه، بالعكس ترتاح والجلوتين يتطور. هذه اول نقطه. حلو، النقطه الثانيه لما تطلعونها وتشكلونها التشكيل اللي انتم تبونه كمان خلوها ترتاح، حتعطيكم نتيجه خياليه. وحطوا بالفرن شوي كذا مويه وخلوا طريقة التبخير بالفرن، حتعطيكم نتيجة خيالية كمان. هذا بالنسبة للسمبوسة اللي بالفرن نعملها صح؟ اللي هي العجينة، المعجنات. المعجنات بصفة عامة دائما أنا أحط موية زي الحمام المائي أخليه يعطي بخار، حيعطيكم نتيجة أحلى في العجين. طيب حلو، هذه وندهنها أحسن من البيض وأحسن من الروائح، هذه ندهنها بحليب مركز. هذه أنا أسويها، هذه المعلومة أنا أعرفها. شاطرة إيه، شفتي إني شاطرة مذاكرة. ما هو حالي؟ لا مو حالي، لا مش الحالي حق الحلا صح، حق الشاهي. لا حق الشاهي، حق الشاهي المركز. اوكي تمام. بس بصير ولا احلى. طب انا بدي اسالك شيف ضحى، ايش رايك في الناس اللي يحطوا شويه لبن زبادي مع المعجنات عشان تطريها؟ احسن واحسن تعطي. يعني تايدي هذه الفكره؟ ايوه، في ناس تحط حليب بودره، في ناس تحط حليب سائل، في ناس تحط الزبادي فيها كذا خمائر حتساعد العجينه وتعطيها طراوه وحتطلع الطعم واو. هذا شيء مهم نعرفه، يعني دائما كل ما عجننا اكثر كل ما طور الجلوتين اكثر. طب معلومه عن الدجاج، لانه هذه المعلومه في مؤيد وفي معارض. الدجاج لا يغسل، لا يغسل، لا يغسل، لا يغسل. عرفتي سؤالي على طول طبعاً. ليش؟ طيب ايش السبب؟ ممنوع غسل الدجاج. الدجاج اذا انت يعني عندك مشكله مع الزفره وكذا نسوي له براين. البراين هو هذا التكنيك قبل الطبخ. طيب نجيب محلول، هو محلول، نحط لتر مويه مع 3 ملاعق رز وثلاث ملاعق ملح وثلاث ملاعق سكر، طيب، وورق غار، فلفل اسود حب، عصير ليمونه، ونخليها ليله كامله في الثلاجه، ثاني يوم ما نغسلها. ايش فائده الملح والسكر؟ عارفين خاصيه الاسموزيه؟ الحين انا لو عندي ملح ورشيته على خياره ايش حيطلع؟ مويه. السكر يخلي الدجاجه تحتفظ، شفتي لما تحطي ملح حيطلع المويه، السكر يخلي الدجاج يحتفظ بالسوائل بدل ما يطلع، والملح حيعطيها طعم وطراوه. طب والسكر ما يديها طعم؟ ما حيأثر ولا حيبين. كل اللحوم انا عندي حتى يعني لدرجه انها تحسن من نوع اللحم، عرفتي؟ يصير طري ولذيذ وذايب، وحتى لما تحطينها بالفرن يعطيها لون حلو. حلو،
حبيت هذا البرايم ممنوع غسل الدجاج خاصه اللي يغسل الدجاج ويمشوا فيه يا ويلي انا يغمى علي يعني اكيد بكتيريا يعني موضوع النظافه ده بكتيريا هذا سمونيلا بكل مكان حتنتشر لا حنراعي دي الحته طيب لكن انتوا عندكم مشكله في الغسيل نفسه يقول لك بياثر على الدجاجه بيأثر لا ممنوع لانه هو عشان البكتيريا بتنتشر في كل انحاء المطبخ بس هو ده السبب الحين ليش حاطين في الهايجين في المطبخ اقسام دجاج الدجاج الحال اللحم الحال السمك الخضار يعني ست البيت لما تجي اول شيء تبين تقطعين تجيبين اول شيء عندك لوح واحد تجيبين الخضار تقطعين الخضار على هذا اللوح فقط لا غير بعدين تخلصين كل الخضار بعدين تقطعين الدجاج بعدين عاد خلاص ينغسل ما في مشكله بس اللي يحطون خل وما خل هذا يعني ينشف الدجاج في ناس تحط خل وتدعكها بطحين وما يحتاج البراين انا بالنسبه لي اسويها واخليها في الثلاجه اي لحم مع عظم نسوي له براين يعني اي لحوم لحم دجاج كله عظم. نفس الشيء والله انا بحاول ان اقنع امي بهذه المعلومه ما يحتاج والله هذه الطريقة خيالية سحر الأول أنسى إنك تقنعيهم هو يبرد القلب بيني وبينك يعني غسيل الدجاج أحس يبرد القلب كذا نفسيا تحسينه بس فعلا أنا يمكن كثير شفت هذه المعلومة وتعلمتها يعني من فترة إنه يقول لك حتى غير إنك تنشرينه في المطبخ لو الدجاجة فيها جزء واحد مو كويس أو فيها بكتيريا أو أي شيء تنشرينها على كل الدجاجة أنا هذه بعد معلومة سمعتها لا هو عشان يعني حتى الدجاج في الثلاجة ينحط آخر شيء تحت يعني دائما الناس تحط ما تحطون الدجاج فوق عشان لو نزل مويه منه او شيء ما ينحط في الرف الاخير في الثلاجه اللحوم انا صراحه بدات اقلق انا بطول في الوقت باقي 14 انا حشوف لك شربتك لا انا جايه اشوف وين البيض 14 دقيقه يعني احنا عارفين شوربه الحب تاخذ وقت طويل هذا اللي ما يسمع نصيحه هذا اللي ما يسمع النصيحة ليه ليش ما سمعت النصيحة يلا تقدر تحطي البهار الحين طيب حلو بالنسبة للبهار أيوة. احنا شربة الحب يتحط لها بهار أساسي اسمه الشيبة صح الشيبة الشيبة المفروض تكون جزء الشيبة هذه اللي احنا بنستخدمها مع القهوة العربي ايوه احنا نحطها مع هذا شفتوا جايبين لي البهارات ناقصة فاحنا نجيب حطي منديل انا ما ححط المنديل اكيد أنا أكيد حشرح للناس إيش يعني الصرة الصرة هذه بتتحط فيها البهارات المهمة الفلفل الأسود القرفة القرنفل صح كده يا شيف ضحى قرفة وهيل لا ما في مساعدة لا ما تحسبوها مساعدة أنا بأدي إن هذا وهي تصحح للمشاهد صح كده صح طيب هذا غش يا ريم يا الله عليكم هذا غش طيب. أنا بالنسبة لي هذا غش نشوف لما يصير التحدي حقي أشوف كيف توقفين جنبي طيب. ريم فلفل اسود قرفه وقرنفل وخولنجان وشيبه يتحطوا في الصره تنقفل الصره ونحطها هنا احنا ما عندنا صره بس عندنا هذه ادتني هي ما حد اداني هي اقصد انا رحت جبتها بنفسي ححط فيها القرفه اي البهارات الصحيحه القرفه الهيل خولنجان لا والله ما تنقصوا والله ما تنقصوا ما نقصتني نقصت خمس دقائق من وقت ريم يا جماعة انتوا تبغوا تروحوا من السيارة ما طلبت المساعدة انتوا تبغوا تروحوا علي السيارة تبغوا تروحوا ما عاد في سيارة ما عاد في سيارة طيب يا جماعة الحين انا بحط ملح اوكي تبغي ملح ولا ما تبغي؟ نقصوا خمس دقائق انا ما اصدق لا الحين لا رجعوا خمس دقائق لا شوفوا هذا الاختراع رجعوا خمس دقائق لا تحطي لي ملح لاحسن يقولوا دحين بتساعديني اديني ملح حق اللي كذا اسوي فيه انا ما ابغى ماكينه ولا شيء فين الملح؟ ما ادري انا اعرف هذا ريم يا جماعه توترت لا ما توترت بس لا يا ريم انا الصراحه انا توترت لك الحين حرفيا باقي لك ست دقائق باقي لها ست دقائق قاعده تستخدمين المشين ما مالك الا هي هذا يومي ايش بها دحين بحط لك بالله ده ولا ده كذا لا طبعا ولا ده. لازم الدلع الحين كله بيتدلع جت على الشرب خليها انا عادي اساعد ريم انا يعني زميل انا اي هذه لا هذه مو صديق هذه مساعده زميل في فرق ارجوك يا شيف ضحى جزا الله اما لو اجيب لي امي هذه الماكينه في البيت ايوه الحكم نكب الملح شفتوا كيف؟ استنى 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 لو اجيب لي ماما هذه الماكينه في البيت حتقول لي يا بنت الحلال يا بنت الحلال خلينا على شغلنا البسيط ونمسك الملح نطلعه طلع الملح طيب قريب بدور لك على الغطايه الله يسامحكم
بقول لها شو انا نصحتها نصيحه قلت لها هذا شلون اصلا نفك الجهاز. زعلت ريم. لحظه ريم لا تزعلي خلاص عادي نسوي لك شربه حب ونرسل. ما نلاقي الغطايا. الغطا ذاب يا اختي كلامها حلو. غطايا وايش تسمي غطا القدر غطايا؟ طب انت ما سمعتيني لما اقول كفتيره؟ انا هنا خلص عندي خلاص. طيب حطفيه وافتحه انسم له. لقيتي غطايا؟ لا ما لقيتها. ذاب يا ريم بلاستيك. يا جماعة أنا ما أدري أنا أركز مع ريم ولا أركز بالوقت. باقي 4 دقائق طبعاً الحين، لكن أنا خايفة على اللي بياكل الشوربة بياكل شوربة بالبلاستيك. خلص راحت غطايا. لا شلتها خلاص. بس بتأكد وأشوف. طب بتأكد الغطا كامل يا ريم ولا سايح؟ ها؟ بصدق؟ لا حديدة. ورينا طيب ورينا. حديدة الغطايا. حديدة؟ أوكي حديدة أوكي على بالي بلاستيك. الشوربة نوطي عليها ونخليها الدقائق الأخيرة وكذا خلصت. ترى تعتبر 3 دقائق. طب خلاص يلا بس أبغى الغطاية. خلصت خلصتي شربتك؟ ترى عندك 3 دقائق عبال ما تقدمين. خلصت. طب يلا أعطينا الشملة كلها من القدر. نهاية الحلقة ححطها. ما ححطها الآن أكيد يعني. لا أكيد نهاية الحلقة عشان ما خلصت. التقديم نهاية الحلقة عشان ما خلصت. طب طفي النار. خلصت أنا. طب النار ليش شغال؟ برغم أنكم يعني حاولتوا أنكم تزعلوني وتنقصوا من وقتي ظلم. ولكن خلصت. دقيقة ريم طب طفي النار. مخلصت؟ طب ليه النار شغال؟ عادي دائما شوفي حتى أي أكل وأسأل الشيف ضحى حتى الكبسات لما نسويها النار في الأخير تتوطى تنحرق. إذا هي مخلصة تتحرك. صح؟ صح. لا ما ابغى اسالها دحين. شوف ضحى حابه ريم اليوم حبتها قاعده تمشي لها ريم. حتى لو حطيت يدك على خصرك الطبخه خلصت طفي النار عادي. طب النار لسه شغال. ايش الغش من اول حلقه؟ غش ما في غش. انا الطبخه كده خلصت طبيعي اني اتوطي عليها النار. وقت التقديم لازم تطلع فيها كده الدخان حقها يعني. طيب بس عشان يحبك ريم بقول لك اوكي. لا تحبطونها خلاص بنمشيها. اوكي خلاص نمشيها. يلا على قولتهم رمضان كريم وامورنا تمام. يعني ريم مبتسمه ترى بس انا عارفه شعورها الحين. طيب يا شيف ضحى وانتي؟ انا والله اموري في السليم لاني مش انا ما شفتك حطيت الرز وبعد كده في سباجيتي عندك. ايش بتسوي؟ الحين بوريك ايش حسوي. طيب انا حشيل الدجاج الحين. طيب شغلت القلايه الهوائيه. طبعا القلايه الهوائيه ميزتها اوكي انها تحمر لك الدجاج كأنه مقلي وتعطي لون ياخذ العقل بدون ولا شيء. حنحط هنا الدجاجة. حنكب الرز والمكرونة. بسم الله. مكرونة بتحطين مع الكبسة؟ أيوة. هذه الجديدة اليوم. أنا أحب المكرونة وأحب الرز صراحة أحبهم اثنينهم. بس اخترعت أكلة بس حاطة كمية قليلة أنت مرة يعني. أي بس يعني كذا الكشنة عرفتي. فاخترعت أكلة أنه يكون فيها الاثنين. والله أنك رهيبة. احب بطني يا اختي والله. لا بس كلنا كلنا انا احب بطني. احنا حتى الصغار يعني عارفه لما نجيب مندي من برا وكذا يحبوا الباستا او السباجيتي اللي تكون على المندي. يعني يقول لك ليه ما في سباجيتي. ايوه فحلوه الفكره هذه. انا خليتي المندي اللي فوق سباجيتي. خليتيها يا ريم مو سباجيتي الا سباجيتي. سباجيتي اللي فوق المندي مكرونه. الحين لحظه اللي انا اعرف سباجيتي اللي هي اكله اصلا لحالها ايطاليان ما لها دخل في المندي. نفس الشكل يعني. هي قصتها نوع الباستا قصتها. احنا حنسكر القدر الحين. طيب اول شيء بس قبل ما نطلع بقول لكم شغله مهمه. الفرن حبايبي والقلايه الهوائيه طيب اي شيء تستخدمونه لازم تشغلونه قبل الوقت قبل ما تدخلون الدجاج عشان ما ينشف. اوكي عرفتوا ليش؟ عشان ما يرتفع درجه الحراره مع الدجاج ويخسر سوائل. لا احنا كذا وحندخله وهو حار عشان يعطينا التحميره والقرمشه وما يفقد سوائل. الحين نطلع فاصل. طبعا للتذكير يا جماعه 42 ثانيه باقي على وقت ريم. لازم تكونوا معي في الصوره. يعني انا بالنسبه لي انه الطبخه ما خلصت. انا عادي كيفكم انتم الحكم في النهايه. انا بالنسبه لي الطبخه ما خلصت بس يعني خلاص هذه ريم خليها تاخذ راحتها تستانس عادي لانه النار ما طفت. شوفوا النار شغال وواقفه هي جنب القدر. طيب يا ريم حتى لو نظرتيلي خلاص يا ريم خلاص خلصت خلاص انت فزتي فازت ما عندي مشكله.
ولكن انت قبليني اخر الحلقه. ايوه طيب، ولما احط هذا كذا على في الزبديه ونغرف ديك الساعه شوف أتكلم. المواهب بالضبط اقدم التقرير. اوكي يقول الشاعر جيتكم واحد جيتوني جماعه، انا ما لي دخل وراكم عليه. المهم الصراحة والله الريحة صدق صدق بدون مجاملة الريحة تأخذ العقل، أنا مرة متحمسة. الوقت خلص، صفرت الساعة، الحين ما تقدر ريم تسوي أي شيء في طبختها إلين نهاية الحلقة. طبعاً راح يكون التقييم زي ما ذكرنا لكم عن طريق الهاشتاج على تويتر، فخلونا إحنا طبعاً نبغى نطلع هذا الفاصل السريع ونرجع نشوف شيف ضحى إيش سوت لنا. طبعاً سبحان الله مشاهدين شهر رمضان له عادات وطقوس طبعاً ما هي بوحدة، ولكن أغلب البيوت أو كل منطقة خلنا نقول وكل مدينة وكل مجتمع له عاداته وتقاليده الخاصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وأكيد تحضير السفرة مختلف بيت عن بيت ومنطقة عن منطقة. خلونا نتشارك عاداتنا ونبيكم أنتم بالتحديد شاركونا عاداتكم في السفر الرمضانية بالتحديد من خلال الهاشتاج والظاهر أمامكم على الشاشة هاشتاج السفرة الرمضانية واحد. طبعاً مشاهدينا خلونا ننتقل الآن إلى زميلنا مبارك الكويكبي واللي نقل لنا عادات سفرة أهل نجد في رمضان المبارك. تابعوا هذا التقرير ونرجع لكم بعد الفاصل. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير، حياكم الله بالقرية النجدية. تتكون من عدة أطباق أهمها وأحسنها يعني الصحة، يعني صحة المرقوق، المطزيز، الجريش، القرصان، لأنها تتكون من خضار ولحم طازج وبر. والله الأطباق المشتركة بالمملكة باقي المدن الكبسة اللحم والدجاج، لأنها معروفة الكبسة، الكبسة الدجاج، كبسة اللحم معروفة بكل المناطق أنها الأهمية والرئيسية. صحي والله المرقوق لأنه خضار لحم طازج وبر. رجعنا لكم مشاهدينا طبعا بعد الفاصل، خلونا نرجع للشيف ضحى ونشوف وش اخبارها في المطبخ. انا شلت الدجاج حطيته بالقلايه الهوائيه اديسون. حلو. طيب والرز كبيته مع المكرونه. طبعا في نقطه مهمه، لما تستخدمون قدر كاتم لا تزيدوا مويه، يعني خلوا المويه على خاصه الكهربائي هذا، شوفي ما تسمعي الا صوت. اي صح، ولا ريحه ولا شيء، ترى هذا القدر خيالي اديسون يعني. لا وفي بعد قطعه تحمير كمان، يعني نخاف تحرق او تكون المويه قليل، عشان كذا نكتب. لا 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 ولا شيء، ولا اسهل منه، بس تعلمي عليه. طيب الحين احنا حطينا الرز والمكرونه، بتشوفين ان شاء الله نتيجه خياليه. وحطيت الدجاج يتحمر في القلايه الهوائيه اديسون، شوفوه ولا احلى، بدون قلي ولا شيء، يطلع كذا زي السكره. والكشنه على نار هاديه. اللي عنده زبيب يحط زبيب، احنا عشان مطبخنا جديد تونا نازلين اليوم من زارة جديده، فما مو موجود طبعا. شوربه الهريس، شوربه الحب، لا الحب احنا نسميه، انت الحب البيضه صارت تاخذ العقل. انا ما قلت لها ساعديني، هي لفتحت من لحالها. ايوه نصيحه، اللي بيسوي هذه الشوربه تراها مره مفيده ومره مغذيه. الهريس، الحب الهريس انقعوه قبل بيوم. اي صحيح، ترى حيختصر عليكم كثير. مزبوط.
يعني يعني قدر إديسون. يعني ممكن يخلصون في 40 دقيقة زي ما خلصت ريم اليوم في 40 دقيقة صح؟ إيه لا ممتاز بس بالقدر إديسون بس هي عنيدة خليها. طبعاً يعطيك العافية أول شيء شوفوا أكيد راح نرجع نشوف الشكل النهائي أنا متحمسة على الكشنة الأخيرة ومتحمسة على السباجيتي اللي حطيناها مع الرز. لكن عندنا فقرة الحين جداً مميزة مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا مع نجوم وأبطال الأعمال الرمضانية والتي ستعرض على شاشة قنوات روتانا طيلة شهر رمضان المبارك. ومعنا اليوم الفنان الدكتور طارق العلي للحديث أكثر حول مسلسله الكوميدي حريم طارق. يا هلا وسهلا فيك دكتور طارق. يا هلا مرحبا. أنا قاعد أطقطق بالشاشة عشان تبين واضحة. أول شيء الشهر مبارك. هلا والله مبارك عليكم الشهر، عساكم تعودوا لنا كل سنة وكل عام. وبهالمناسبة الكريمة نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى قادتنا، قادة الدول المستعمرة الخليجي وشعوبهم والأمة العربية والإسلامية والعالم كافة. نقول لهم مبارك عليكم الشهر، نسأل الله إن شاء الله يكون هذا الشهر خير علينا ويبعد عنا الوباء كورونا والحروب والدنيا هذه كلها وتكونوا بأمان. آمين. هذه وروتانا خاصة نقول لكم مبارك عليكم الشهر ومذيعاتنا الكريمات والأخت الشيف اللي إحنا بس قاعد نبولع بريجنا نتكلم عن التجار عن هذا قواها الله مبروك المطبخ الجديد. حريم مو حرمة. طب خلنا نتكلم شوي عن المسلسل. يعني مسلسلك أول شيء اسمه مرة يحمس، لكن خلنا نتكلم عن الدور. وش الدور؟ إيش الشخصية أو الكاركتر اللي ظهرت فيها هذه السنة؟ مسلسل حريم طارق. هو طبعاً إنتاج مشترك بين إيسي ميديا وعدسة الخليج، مشكورين اللي أعطوني الثقة هذه إني أكون بطل عمل مسلسلهم. شخصية جميلة، هو طبعا مرح، إنسان يحب الحياة، عنده خير، وإنسان بس مشكلته ما يقاوم العنصر النسائي. كل ما شاف له واحدة حلوة مزيونة، يعني مثلكم شرواكم طيبين وخواتي وعلى عيني وراسي، يحبها وعلى طول يطلب يدها، فصار مزواج. بس طبعا هو بالعمل في شغلات حلوه، في قيم بسيطه ايضا، في قطات، بس هو يعني اساسا الضحك لاجل الضحك اكثر شيء، وما يحرض على الزواج. لا هذا هو السؤال المهم. يعني حريم طارق ومعك أربعة سيدات متزوجهم وتقول إنه هو يحب يبغى يتزوج ويعدد، يعني في الأخير تبغى تقول لي إنه ما يدعو إلى التعدد؟ صح. لا هو ما يدعو للتعدد، هو يتكلم عن قصة شخص هذه حالته، بس هو ما يعني ما يقول روح تزوج ولا لا، يقول هذه قصة شخص تزوج أربع وهذه الحياة اليومية له في الزواج الأربع. وهناك في مشاكل تصير في المسلسل وزعل وطقني وطقك. يعني أنت اليوم مثلاً عسى الله يحفظ جميع الأسر ويديم عليهم الاستقرار، سواء اللي بزوج أربع ولا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث. دائماً العدل أيضاً في نقطة مهمة جداً، العدل بين الزوجات، وأيضاً هذه من الشغلات اللي يذكرها المسلسل. يعني هو مو بس تزوج وتعال ولا يجيب ذرية وكثرها، لا، يعني حتى مذكورة في كتاب الله العزيز أنه إذا اعدل. وطبعا وفي أمثلة يعني بعضهم يعني حتى من الأمثلة القديمة يقول لك كذا تبي تحرى هذه تزوج عليها، وهذه أمثلة ما عاد لها لزوم الحين. يعني اليوم المرأة ما شاء الله لها كيانها ولها وجودها، ما كانت مثل الأول بس في البيت، الآن المرأة عاملة وتساهم في نجاح الدولة مع الرجل. فما في تعدد زوجات أو تحريض على تعدد زوجات، هو مواقف كوميدية مرة. إحنا حنشوف أجل يهاوشون الحريض. والله واحدة ستارق، واحدة ويا الله كمان ثنتين وثلاث وأربع، يعني ما أدري هذا سوبرمان، ما هو طبيعي اللي يقدر يعني. لا لا شوفي
هو فيه يعني كل في ناس الله يعطيهم الصحة والعافية، هي ترى مو قضية بس الصحة والعافية، صح تحمل، هي القضية، القضية أن أنت كيف تعدل. واليوم في ناس عندهم أهم شيء أيضاً الذرية، وكل كل متزوج وضعه الخاص، وهناك حتى شيباننا يعني أنت إذا ترجعين جدك أو جد جدك سوى ثلاث أربع. ترى في نقطة مهمة اسمحوا لي في الثواني، أنه في عوائل تربطهم حتى الأم، يعني تلقاها هي حتى عجوزهم توفى الشايب ولا طلقت من جدهم وتزوجت شخص آخر، فحتى المرأة ترى المرأة هي بعنصر اللي هي على قولتهم اللي متفرع منها أكثر كثير. يعني أنا عندنا في أسرة أكثر من عائلة لأكثر من هذا، بس الجدة واحدة. يعني أكيد إحنا حنشوف المسلسل ومتحمسين للمسلسل، وأكيد المشاهد حيحكم يعني وجودك دائما في رمضان إضافة مهمة لينا، ودائما نحب نتابع أعمالك، فما بالك بأعمالك الكوميدية اللي تدخل الفرحة على قلوبنا. أستاذ طارق، إيش فطوركم اليوم؟ والله اليوم معزومين عندهم واحد من ربع اسمه أحمد الشمل صديقنا، و أمه قالت لأني أنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نهني قيادتهم بشهر رمضان وشعب كريم وكل مقيم على أرضهم، فباشر بالليل أسافر الكويت إن شاء الله عشان أستدعي مساكين. ففطورنا والله ما أدري عاد الجود من الموجود اللي ضيفنا، لكن أكيد مسوي لي تشريف. يقول أنت كويتي تحب التشريف اللي هو التشريف، وينها عاد الشيف ضحى هي تعرف طبعا الخبيرة. لا عاد ثريد الكويتي ترى مميز، ما يحطون معجون طماطم زينا، هم فاتح. يعني أنا أتوقع رمضان الكل يبدع في السفرة، والكل يبدع في الفطور والسحور بشكل عام. طارق العلي الصراحة سم تفضل. مشكلتنا آسف، احنا مشكلتنا المعزومين وخصوصا بناتنا اللي كل واحدة تطلع لها طبخة وحق زوجها خلي أكل، ليش ما أكلم من أكل وكلم من أكل أنا؟ عرض الكل أروح أكل سفرة كلها. يعطيك العافية أستاذ طارق، صراحة تشرفنا فيك، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق، متحمسين كثير أنه إحنا نشوف مسلسل حريم طارق، واللي أتوقع يعني هذه القضية بحد ذاتها قضية مجتمعية مهمة، ما بين مؤيد ما بين معارض وما بين الناس اللي أصلا يعني عندهم وجهات نظر أكيد مختلفة. شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد مكملين. أنا الصراحة يا جماعة ما تحملت إن أنا أكون جالسة هناك والزين كله في المطبخ. زوم الريحة؟ لا شيء مو طبيعي. لا يحطوا لي زوم هنا، شوف التحميرة. هذا كله بالشواية؟ أول واو. شوفوا القلاية الهوائية، شوفوا اللون بثواني. أفضل لين ولذيذ. يا الله. أقول لكم أنا. الصراحة إبداع. يعني ما أدري ألقاها من ريم ولا ألقاها من شيف ضحى، ما أدري. طب وين وصلنا الحين عشان أعرف؟ وين وصلنا يا جماعة؟ احنا خلاص بنغرف ان شاء الله. اوكي الحين بنغرف كبستنا هنا في الصحن الزين. هذا الصحن ذكريني استلفة منك يوم التأسيس، عجبني. حسيت النكش اللي فيه مناسب. النكش فيه حلوة. جميل جدا. طيب على بال ما شف ضحى تغرف لنا الكبسة اللي شكلها لذيذ، جوعتوني. شوفوا الرز ما شاء الله استوى. الله. ترى احنا بوقت يعني خيالي، شوفي الرزة. الله انا الليلة السحور ده باذن الله يا ضحى، يديك العافية. هنا فطورك هنا سهلة سهلة. انا هذا صح، انا قلت حاخده معاي. ايش شوفوا هنا، خلنا نساعدكم. هذا حار. اوكي أمانة إيش رأيكم؟ بالله شوفوا ها. الله تسلم يدي. سويت الدجاج والرز بوقت خيالي. أنا مرة عجبتني فكرة الكبسة اللي مليانة خضار هذه، سواء في طبختها أو سواء حتى في الكشن اللي سويتيها اللي فيها الخضار المتنوعة هذه. شوفي كذا حنحط الله الكشنة. خلنا بعطيكم مساحتكم. أوكي أنت مالك في الطبخ؟ لازم. لا أنا مو عشان كذا، أنا عشان لا والله أني أحب المطبخ. يلا ها يلا
يلا ها بيرفكت. يديك العافية شيف ضحى. طبعا أنا وصفتي شربة الحبة البيضة باللحم أصبحت جاهزة وخلصت في نفس لحظة الوقت. نشوف ريم. ريم دقيقة، هي استوت ولا استوت؟ استوت ولا ما استوت؟ استوت طبعا وجاهزة وزي ما توقعتها صراحة. طبعا أكيد أترك التقييم للشيف ضحى. الله بلا، ايش رايك؟ يعني انا ما ادري القاها من هالكبسه الزينه ولا من هالشوربه الحب. انا ابغاكم حسبتوا الوقت. ايوه حسبنا. ايه يعني وقت قياسي. لا استنى انا لحظه، انا زعلانه خلاص. انا ريم بفوزها. لا استنوا، لا انا افوز على المدرسه. قطعت قلبي. الكنترول يقول الكنترول يقول فوزوها. انا فايزه يا جماعه عن جداره مش واسطه. ايوه عن جداره. هاي تفضلي. اوكي اوكي لا شوفي، هي شكلها مستويه يا جماعه، وشكلها الصراحه يعني شوربه حب اصليه. نعم. ما فيها يعني. فشف خلاص، انت فوزتي ريم. اي خلاص. اوكي خلاص يا جماعه. نعم. شف ضحى فوزت. الوجه الحلو ما نقدر نزعله. فوزت ريم اليوم. الف مبروك الفوز يا ريم المبدئي. عن جداره. عن جداره. عن جداره. طبعا. عن جداره. ويعطيك العافيه شف ضحى. حبيبتي اهلا وسهلا. شكرا لك وتسلم يدك. يعني كبسه يا جماعه من الاخر يا حبيبه قلبي. شوفوا كيف تعرفون الدجاج استوى؟ لما يفصل عن العظم. صح. لما يفصل عن العظم. لما يفصل العظم كذا معناته الدجاج استوى محمر ومقمر ومع هالخضار. يلا من فضلك. يعطيك العافية ضحى، وشكرا. شكرا لهالكبسة الجميلة. شكرا لك ريم، وشكرا لهالشرب اللي صراحة يعني يا جماعة شكلها مرة لذيذ. مشاهدينا وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، وأكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد. ولكن قبل ما نختم حلقتنا خلونا نسألكم سؤال الحلقة، واللي قلنا لكم في بداية الحلقة وعدناهم يريم إن إحنا نسألهم من الحلقة. سؤالنا اليوم يقول لك كم عدد زوجات طارق العلي في مسلسلة حريم طارق؟ وقلنا الجواب قبل شوي، فاللي ما طبعا يمكن ركز ارجعوا شوفوا الحلقة. الجوائز جدا جميلة. صح صح. إحنا عندنا اليوم بكرة. شكرا لك. بالضبط احنا عندنا كم اليوم؟ أربعة. أربعة فائزين أو ثلاث فائزين. وراح ناخذها من التعليقات على تويتر. الهاشتاج وشو ذكريني وشو الهاشتاج؟ اربح مع سوالف رمضان واحد. هذا بالنسبة لسؤال الحلقة. أما بالنسبة لسؤال التحدي أو التحدي اللي أنا سويته اليوم اللي هي شربة الحب، ضروري تشاركوا على هاشتاج تحدي سوالف رمضان واحد، اللي راح أنا أقوم بالسحب على أربع جوائز مختلفة طبعا بناء على الريتويت والفولو، وإنكم تعلقوا تعليقات حلوة. من التعليق. أي. من التعليق. أي. لازم تعليق على شربة اللذيذة. باي باي. نشوفكم بكرة مشاهدينا في نفس الموعد. في أمان الله. مع السلامة.